أنا نص شلحان نص أمازيغية أمازيغية نص 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 شو يعني يهودية مغربية سافة وشباب زي أنا بغاو يعرفوا منين إحنا جينا لهنا احنا عندنا يعني البلاصة اللي عايشين المحل اللي عايشين دابا إسرائيل وعندنا حتى عندنا الأصل ديالنا واش كتحس بالغربة تما؟ عندنا دائما الامل باش نرجعوا ما هاجرناش زعما كيما اليهود تهاجرنا بالفاميلا كامله بعيونك يا الحبيب نشوف بلادي المهم قال لك 4 سنين مشى هنا 4 سنين بكى هنا مشى مشى إسرائيل مروكش ولا فلسطين ومنها أقفولات وأخومات وأفرادات زي ما شكشة لغرم شاني لا أخلا لفقوش أناشين بني جيلي من الصد الشني خليني معك خليني